أول تتر مسلسل يتم تنفيذه بخاصية الذكاء الاصطناعي. بعد طرحه على القنوات والمنصات المختلفة، خطف الأنظار تتر مسلسل برغم القانون الذي تم تصميمه بخاصية الذكاء الاصطناعي، وجسد ملامح أبطال العمل بدقة كبيرة، كما شمل بعض المناظر من محافظة بورسعيد المصرية التي تم تصوير مشاهد المسلسل بها، ليصبح أول تتر مسلسل يتم تنفيذه بشكل كامل بخاصية الـ AI. مسلسل برغم القانون بطولة إيمان العاصي ومحمد محمود عبد العزيز وهاني عادل ورحاب الجمل وغيرهم، ومن تأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبد السلام، وتدور أحداثه حول محامية تتغير حياتها فجأة بعد اختفاء زوجها تماماً، وتحاول البحث عنه حتى تكتشف هروبه بعد 10 سنوات من الزواج المستقر، لتبدأ هي وأطفالها حياة جديدة مليئة بالتحديات. وتصدرت الحلقات الأولى من المسلسل مواقع التواصل بإشادات المتابعين الذين أثنوا على الحبكة الدرامية وعلى أداء الأبطال والقصة.